تعمل العالية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في مراقبة وتقييم مختلف الجوانب التنموية بدول الأعضاء، وعليه قام مكتب العالية فرع تشاد بعرض تقريره 19 من الأعمال التقويمية التي قام بها في مختلف الجوانب الإنمائية، وخلص بتوصيات تفيد الجهات المعنية. ففي مناسبة عرض هذا التقرير شكر حاكم ولاية مايوكبي الشرق بشر علي سليمان ممثل الآلية لاختيارهم مدينة بنغور لاحتضان عرض هذا التقرير الذي وصفه بالهام. تستفيد الدول الأعضاء في المايب عن مثل هذه التقارير التي تقدم من وقت لآخر حسب ممثل الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء مكتب تشاد. 40 دولة ده أي واحد يوم القمة ده بجي بفكرة ده، وبكون تبادل في الآراء، تبادل في العمل اليسير السياسي والحكمي في أي دولة. أما عن المستوى الداخلي فيكون لهذا التقرير إسهام كبير في حل بعض القضايا الشائكة التي تطرق إليها. هذا التقرير يحتوي بداخله على 4 مواضيع أساسية. الموضوع الأول هو الحكم السياسي والديمقراطية، الموضوع الثاني هو الإدارة والحكم الاقتصادي، الموضوع الثالث هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموضوع الرابع هو كيفية أو آلية إدارة المؤسسات والشركات الصغيرة في تشاد. وبعد هذا التقرير هناك خطة وطنية للعمل ستقدم وتنفذ في جميع ولايات البلاد، وبالتأكيد هذا التقرير سيجلب العديد من المصالح والمنافع للدولة التشادية. انضم تشاد للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في يناير عام 2013.